تواصل الدبابات الإسرائيلية قصفها لمناطق متفرقة في مدينة خان يونس، تحديدا في المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث هاجم عددا من المقاتلين الذين يتبعون لكتائب القسام دبابة إسرائيلية كانت تتواجد بالقرب من شارع 5، مما أدى إلى استهداف هذه الدبابة بقذائف الياسين المحمولة على الكتف. بعد ذلك الدبابات الإسرائيلية أمطرت المنطقة بعدد من القذائف الصاروخية، وكذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية أحدثت أسوار من اللهب حينما قصفت محيط المنطقة التي تقع فيها هذه الاشتباكات في مناطق شرق مدينة خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة. يواصل الجيش الإسرائيلي تجريف لعدد من المنازل بالإضافة إلى تفخيخ منازل أخرى، ويقوم بتدميرها منذ ساعات صباح أمس حتى هذا اليوم. هناك تفجير وتفخيخ لبعض المنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أما في وسط قطاع غزة تحتدم الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، لكن الطائرات الإسرائيلية أغارت على بناية سكنية في مناطق وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع 10 ضحايا وأكثر من 25 إصابة، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. اللافت في الموضوع بأن الطائرات الإسرائيلية تكثف قصفها للمناطق أيضا الشرقية، وهي مناطق مخلاة بالكامل من المواطنين، بعدما دفع الجيش الإسرائيلي سكان المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة بالنزوح إلى المناطق الغربية، تحديدا مخيم دير البلح وغرب رفح جنوب قطاع غزة. هل يمكن أن ننتقل أيضا إلى شمال القطاع، جباليا تحديدا يا محمد؟ نعم، أغارت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل على مجموعة من المواطنين على مدخل بيت حانون، هذه البلدة التي كان الجيش الإسرائيلي يقول بأنها سيطر عليها عسكريا من كل النوافذ والنواحي، لكن صباح اليوم اندلعت بعض الاشتباكات التي كان آخرها في المناطق الشرقية لبلدة بيت حانون، لكن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنطقة بعدد من الصواريخ، أضف إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي الدرج والتفاح، هذا الحيين اللذان يشهدان اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. هناك تراجع للآليات الإسرائيلية في بعض المناطق، تحديدا في المناطق الغربية لمدينة غزة، تحديدا شارع النصر ومنطقة الكرامة ومنطقة الأمن العام، هذه مناطق كانت إسرائيل حولتها إلى نقاط عسكرية ونقاط تمركز للدبابات، لكن اليوم هناك انسحاب تكتيكي واضح لبعض الدبابات، حيث تراجعت إلى مناطق شمال غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار وأيضا وسط إطلاق للقذائف المدفعية على مناطق متفرقة.